استاذ رحاب نشوف مقادير الفول المقلي من الاكلات الموثقه الشعبيه المصريه اللطيفه واخده التوثيق. هنخليها قدامي هنا كده عشان كل ما ابص لها اجوع. اللهم صل على النبي. وناخد دي نخليها ايه ورا. حلو زي الفول يا عم الشيف. فول مدشوش. فول اتغسل مرة اتنين تلاتة وبعد ما اتغسل نقعناه من بالليل حطيناه في المية ونصبح تاني يوم الصبح نصفيه من المية ونحطه على النار. حلو الكلام. ومعانا كزبرة خضراء ومعانا طماطم وشوية كزبرة ناشفة كمان وشوية كمون بيتحطوا على الفول ده بعد ما يستوي علشان مشاكل القولون والغازات وبصل وتوم. ممكن تعمليه بالسمنة ممكن تعمليه بالزيت حسب الرغبة. نبدأ نحطه على النار عشان مطلوب ان هو يستوي شوية ونخش في اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنخليها هنا كده الطاسة الحلوة دي كده. شحاب نعمله. حاضر نعمله بالزيت. يلا ونقلل الدهون شوية. وعلى فكرة دي أكلة كمان ممكن تمشي صيامي تبقى لطيفة وحلوة. دي أكلة من أيام الفراعنة موثقة توثيق مصري الأكلات المصرية الشعبية. هنحط البصلية كده الناعمة. الله أهو. والبصلية بتتقلب كده. نهدى عليها شوية لغاية لما تاخد لون. مهم جدا. النار النار النار. الفول المدشوش طبعا استخداماته كتيرة. البعض يقول لك فولية. فولية ده يعني ياخد طماطم ويبقى بالفولية بعد ما يتغسل ويتنيع. البعض يقول لك نعمله طعمية يتفرم مع توم وبصل وكرات أخضر ويبقى طعمية. حلو. البعض ممكن يتغسل وبعد يتعمل بصارة تبقى لطيفة وجميلة. حلو. طب خلينا ناخدها على النار الشديدة دي كده عشان نخسر حاجة. اللهم صل على النبي. خليها هنا هي هي. ونقلب كده. حلو. ادي البصلايه الحلوه. لازم البصلايه تاخد لون عشان تديني طعمها وشقاوتها. ده شويه كمان زيت حلوين عشان تديلي لون. حلو. اللهم صل على النبي. فص التوم الحلو بتاعنا. لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولكن طالما انت قد الكلام وقد القول لازم تكون السفره بتاعتك يا ست الكل فيها العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم على مدار اليوم حسب طبيعه كل واحد. في اعمال يدويه بتحتاج ان الواحد ياكل اكلات فيها قيمه غذائيه عاليه جدا، في واحد ما بيتحركش كتير ياكل الاكل الهيلثي، في واحد اعماله اعمال مكتبيه فمش وهكذا، يعني كل واحد وطبيعه عمله فهنا محتاج الايه القيمه الغذائيه بتاعته. حلو. الكم حلو والنوع نفس القصه. ادي البصلايه مع التومه خدت لون لطيف زي الفل. ننزل بالطماطم الكركسيه. يعني ايه كركسيه؟ يعني مكعبات، يعني تتقطع بالشكل ده. يا شيخ بلاش فلسفه اهو. الله على الصوت الحلو اللي يجوع ده اهو. ونقلبها. اخواننا المكسيك وشعب المكسيك وناس المكسيك الناس الطيبين اتعلموا مننا المصريين يعملوا الفول ده في التاكو سندوتشات، بس بقى يستخدموا الفول الايه الحب المسلوق اللي هو الفول المدمس بتاعنا. حلو الكلام. لازم نعرف الاكله بتاخد ده وتتطور بقى ويعدلوا فيها. الفول المدمس يتاخد اللي احنا شفناه في رمضان في الدماسه بتاعتنا او في القدره ويتحط عليه الطماطم الصلصه دي والطماطم الكركسيه والبصل والثوم وشوية كزبرة خضراء ويتعبى في سندوتشات التاكو. التاكو ده اللي هو خبز التورتيلا المقلي في الزيت بتلاقيها لونها صفار كده معمولة من دي الذرة. هنجيبها لحضراتكم تشوفوها برضو. شفتوا بقى خدوها ازاي؟ هي هي بس مكونات بشكل تاني عشان نعرف ان المطبخ له مشتقاته. هتلاقيها فول وطماطم وشوية فلفلة حلوة وكزبرة خضراء ومتقلبة مع بعضيها وعلى البارد بعد ما انطبخت بيسيبوها تبرد ويجيبوا التاكو ده يتحط في قلبيها. بقى هو فول وطماطم طلع نزل هو فول بس سندوتش فول على الطريقه الحديثه على الطريقه المكسيكي عشان نفهم ايه تفاصيل الموضوع. ادي الصلصه لطيفه زي الفل اهي. نبدا نحط البهارات بتاعتنا.
بهاراتك ايه يا عم الشيف؟ شويه كزبره، حلو، شويه فلفل، عايزاها سبايسي يا اختي حط شويه بابريكا حلوين، وشويه الملح التمام، خلي الملح بالسالب في الاكله دي كده، ونقلب الطماطميه تشرب كل ده. حلو قوي. والفول منقوع من بالليل، يعني مش هياخد وقت كتير في السوى، المشوش بالذات غير الفول السليم. الفول السليم القشره بتعمل حاجز لبطن الفوله في ان هي تستوي بسرعه، عشان كده بيتدمس على نار هاديه، عكس الفول المدشوش ما بياخدش وقت كتير في السوى. غلوه الثانيه الثالثه عامل زي العدس. اللهم صل على النبي. هو ده. خلص الكلام. اكله مصريه اصيله. نقلب كده. مش هستنى عليها لما تغلي، مش لازم. انا عايز الفول تغلي معايا. الفول اهو، بسم الله ما شاء الله، خلي بالكم دولت كانوا ربع كميه. لما اتغسل واتنقعوا ده الفول اهو. بسم الله. يا ويلي، شفت الاكله الحلوه دي كده؟ كمان شويه. ممكن نحط معلقتين رز. ليه بيحط رز يا عم الشيف؟ زي ما نحط معلقتين رز في شوربه العدس، بيدي لها قوام. زي ما نحط معلقتين رز في الفول وهو بيتدمس، بيدي له قوام. انتوا عارفين الرز غني بالنشويات اللي بيفرزها والكربوهيدرات. دول كفايه. ممكن تصفي الميه من دول كده وتشيليهم في الثلاجه. اعلمك حاجه حلوه، التبذير انا ضده. انا دوري مش اطبخ وبس، دوري مش ان انا اعلمك الاكل وبس، لا، ده انا كمان اقدر اعمل لك ارشادات مهمه جدا في انك تكون اقتصاديه في المطبخ. والارشادات دي والتعليمات دي والمعلومات دي اهم من الاكله، ان انا اكون اقتصاديه في المطبخ. يعني انا معايا شويه فول دلوقتي، اعمل فول ايه يا شيف؟ طبيعي انك انت عملت الاكله اللي انت عايزاها، وهتخلي دول على الحوض تخليهم في المطبخ لغايه تاني يوم، تشم ريحتهم ما تلاقيهاش لطيفه، تيجي ايه متخلصه منهم. انا ضد ده. اعمل ايه وانا بقلب كده؟ اوقات اجيب الكيس بتاع المطبخ، في السوبر ماركت اكياس بتاعت حفظ الاكل، طوروها دلوقتي بتتقفل اوتوماتيك، كيس عادي مفيش مش ما لقيتش لا ده ولا ده. كيس العيش اللي عندك فضيه وظبطيه وحط الفول ده فيه، وحطيه في الديب فريزر، بلاش التلاجه، في الديب فريزر. هفنا المزاج، ناكل طعميه هيطلع من الفريزر يفك، ينضرب في الكبه مع شويه كرات، مع شويه كزبره، مع خضره، مع فصين توم، مع بصلايه، وعملت عجينه طعميه، يبقى انت قضيت اليوم، ايه المشكله؟ بدون تكلفه وبدون اي حاجه خالص، علمتك. مش عايزه لا ده ولا ده، اعملي فوليه. فوليه يا عم الشيف ده ينطبخ، وبطماطم برده بس طماطم مهروسه، وتبقى فوليه، وهكذا. حلو الكلام؟ بس هنخليها على جنب كده لغايه لما نعمل اللي احنا عايزينه. ده بالنسبه للاكله بتاعتنا الفول المقلي. زي الفول. عود نعناع تاني معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه نعناع يا شيف؟ والله يعني انا بحب دايما روزماري، النعناع، الزعتر، اضيفه كده اضافات. زي الفل. طلعنا فاصل مخرجنا المبدع، نطلع فاصل ونخلي الفول يعيش مع نفسه بقى، مع الطماطم والقوطه والجو الحلو ده كده. شوف شكل الفول وهو بيغلي، الفول المقلي. الله. اقلبه؟ حاضر يا فندم، حاضر. انا عارف اهو، شفت الحلاوه؟ بص الحلاوه، بص لحم ضاني يا اخي والله. شوف الحلاوة. هتحتاج شوية مية، اديها شوية مية. نورنا حاجة. وحلة ملت اهي تتكفي العيلة والجيران والحبايب. أهم حاجة إن الطماطم تتقطع بالشكل ده. البعض بيضيف معلقتين رز عشان حبايبنا اللي بيشوفونا، الرز ده بيدي لها قوام. أنا مش بحبوش بصراحة، أنا عايز الشوربة كده تبقى لطيفة أستطعمها. هسيبها تاني تغلى على النار. تفاصيل عمل الفول المقلي له قوام. في حاجتين زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، يا اما بنحط معلقتين من الرز، والرز ده دوره هنا بيعمل لي قوام للبهريز وشوربه العكاوي والكوارع اللي طالعه من الفول. والله شويه الفول قدامي يضاهي اللحم الضاني. يا اما تكوني صبوره واستنى على الفول ده لما يستوي جامد، والفول طبيعي المدشوش لما بيستوي جامد بيروح على سكه البصاره، يعني بيديك القوام اللي حضرتك شايفاه ده كده اهو. شايفه بقى ده المضرب بيتقل ازاي ويبقى تقيل ازاي اهو. ده جه منين؟ من تسويه الفول على نار هاديه اللي هو الفول المقلي. دي طريقه. الطريقه الثانيه بتبقوا مستعجلين، فايه، بنحط شويه رز كده، فالرز هنا بيفرز لي النشويات، حاجه زي النشا، فبيخليه ايه،
تقيل شويه. يبقى احنا كده عرفنا ليه الاختراع بيجي منين. حلو الكلام. نغرف الفوليه مع بعض. يلا نغرف الفوليه مع بعض. سيرفيس حلو زي ده كده. وتعالوا نشوف شويه الفول اللي بيتكلم مصر بكل المعاني. الله. اللهم صل على النبي. لا شويه الفوليه حكايه، فيهم كلام كبير قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. حطه هنا كده، اوريك القوام دلوقتي. شفت لما بتعمل كوارع ايه اللي بيبان على وش حله الكوارع؟ البهريز والدهون والحاجات الحلوه بتاعت الكوارع والعكاوي باين على الفوله. بص اهو اهو، ده ما نشيلوش يا اخوانا، ده يتقلب كده. شفت الفول؟ الله. لا مخرجنا ما ينفعش اشيلها واغرفها مره واحده كده، دي مش ملوخيه. ده لازم اغرفه كده واتمعن في الفول واتفحص في لونه وحلاوته. لا يا فادي خالص يا ست الكل. ده زي ما هو كده عشان شخصيه حبه الفول تبان قدام عينيا. هاند بلندر لو احنا هنعمله بصره يا استاذ رحاب. حلو. الله. طماطم الكركسيه بقى المكعبات هي الجمال هنا مع حبات الفول، عامله ايه حكايه. انما لو حطيت عصير طماطم مش هيظبط معايا. شفت بقى زي الفل. شيل دي من هنا خالص. وفول اسمه فول مقلي من الاكلات الموثقه الشعبيه المصريه. نروح الصين هي مصريه، نروح اليابان هي مصريه، نروح كل محافظات العالم والدنيا كلها هي مصريه. حلو قوي. عود نعناح كده على الوش او شويه كزبره خضراء للامانه. الكزبره الخضراء تتحط عليها كده بعد الغرف مباشره. لا مش بقدونس، لازم كزبره ولا شبت. احنا مش بنعمل فلافل، كزبره خضراء. دي الاكل على اصولها. حلو الكلام. طيب